بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم اختبار من اختبارات الذكاء. عطيني في السؤال بيقول لي أوجد قيمة X إذا كان عطيني في المعادلة 2X زائد 4 على 2 بتساوي 7. هل هي بثلاثة ولا بأربعة ولا بخمسة ولا بستة؟ السؤال ده أنا هحله بطريقتين. الأول هو عطيني 2X زائد الأربعة على 2 بتساوي 7. أسهل طريقة خالص، إحنا كنا بنعمل إيه؟ كنا بنعمل طرفين في وسطين، السبعة دي كأنها سبعة على واحد وبضرب الطرف ده في الطرف ده. يبقى 2x زائد 4 في 1 ب 2x زائد 4 هتساوي 2 في 7 بكام؟ ب 14. تعالى نودي ال 4 الناحية التانية، يبقى ال 2x هتساوي 14 ناقص ال 4. يبقى ال 2x هتساوي كام؟ 14 ناقص 4 عندي 10. يبقى ال x هتساوي ده على ده 10 على 2. يبقى ال x هتساوي كام؟ 5. يبقى الاكس هتساوي كام؟ 5. تعالى نحلها بطريقه ثانيه خالص. انا عندي ال 2x زائد ال 4 على ال 2 بتساوي 7. هعمل ايه؟ الطريقه اللي تخليني احل السؤال ده بسرعه ان انا هقسم الحد ده على ال 2 واقسم الحد ده على ال 2. تمام؟ يبقى عندي 2x لما اقسمها على ال 2 تطلع عندي x. زائد 4 على ال 2 تطلع عندي 2 بتساوي عندي كام؟ 7. تعالى نودي الاثنين الناحية التانية، يبقى الاكس هتساوي 7 ناقص 2، يبقى الاكس هتطلع بكام؟ ب5. يبقى الاكس طلعت عندي بكام؟ ب5. سواء الطريقة دي أو الطريقة دي الاثنين صح. يبقى الحل عندي طلع بكام؟ ب5.